السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي وصحباتي؟ وحشتوني. طمطم معاكم بتقول لكم هاي اصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا يا اصحابي. النهارده معايا العاب مختلفة هتعجبكم جدا، هتحبوها وهنقضي مع بعض وقت ممتع وجميل خالص. يلا بينا نعمل سبسكرايب واشتراك للقناة ونتكل على الجرس ونعمل لايك وشير للفيديو ونكمل الفيديو بتاعنا للاخر. الله يا طماطم، ايه العابك الجميلة دي؟ هاي يا صحابي، انا معايا النهارده العاب جديده وجميله قوي. شايفين اول لعبه معايا يا صحابي؟ الطياره الجميله دي، طياره هليكوبتر جميله خالص، مكتوب عليها سوبر هليكوبتر، جميله قوي والوانها كمان حلوه. الوانها هي طماطم، لونها برتقاني اورنج واخضر من هنا شفاف يا اصحابي، والمروحه بتاعتها اللي فوق بتساعدها عشان تطير لونها اصفر، والديل كمان لونه برتقاني. وفي هنا كمان في الديل مروحة لونه صغننة خالص هتلف برضو اهيا، وفي عجل لونه احمر جميل لما بيتحرك المروحة بتلف يا اصحابي، جميلة خالص. وكمان ليها خيط لما بتشد كده، الله، بتلف جميلة قوي. شايفين كمان يا اصحابي العجل بيلف من تحت والمروحة كمان بتلف، جميلة. واستيكراتها اللي في كل حتة دي حلوة قوي، ايه رأيك فيها يا طماطم؟ مش جميلة؟ حلوة قوي يا اصحابي. وانتوا كمان يا اصحابي ايه رأيكوا فيها؟ شكلها حلو صح يا اصحابي؟ جميلة جدا. الله، شايفين يا اصحابي بتمشي ازاي؟ شايفين احنا بنزقها كده مروحتها بتلف ازاي يا اصحابي؟ جميلة خالص. ولما تنزل على الارض تنزل على السندات بتاعتها دي عشان ما تقعش. الله، طيارة فعلا جميلة قوي. والسيكر هنا وهنا كمان، وفي من هنا كمان، وكمان المدور اللي عليه الوان حلوة ده، وهنا هو برضو، وفي هنا برضو سيكر جميل يا اصحابي. الله يا اصحابي، شكلها تحفة جدا وهي بتمشي، حلوة قوي. ايه يا طماطم؟ جميلة جدا يا اصحابي. معانا ايه تاني يا اصحابي؟ معانا البيتش باجي التحفة الجميل ده، جديد برضو يا اصحابي، اول مرة نجيبه ونلعب بيه معاكم. لونه ايه يا اصحابي؟ الله، لونه ابيض. طماطم بتقول لونه ابيض يا اصحابي. الله، جميل خالص يا اصحابي. وكمان الولد اللي راكب عليه لونه اصفر صح يا اصحابي، لابس بدلة لونها اصفر اهيا ومليانة جيوب. شايفين الجيوب اللي فيها الجميلة، حلوة بنص كم. وكمان ايديه ماسكة دركسيون الجميلة هون. ولابس ايه على دماغه يا حلوين؟ لابس خوذة حلوة جدا لونها اصفر برضو، وجدون لونه اصفر، وكمان البيتش باجي لونها ابيض جميل ومن ورا اصفر، حلوة اوي على استيكرات تحفة. وكمان الاكسدام من قدامي اصحابنا لونه برتقاني، حلو قوي. شايفينه عامل ازاي اصحابي؟ جميل ازاي؟ الله، وحاطط استيكرات عليه جميله جدا، حلو قوي يا اصحابنا. البيتش باجي فيه كمان استيكرات اهي، ولابس بوت جميل لونه اصفر برضو يا اصحابي. من ورا بقى عامل حاجات حلوه خالص، حاطط استيكرات جميله وحاطط كشافات، والنمر كمان بتاعت البيتش باجي بتاعته الجميله. كمان الكاوتشات حلوه قوي، عالية وكبيرة، حلوة خالص يا اصحابي. وبيمشي اهو يا اصحابنا. شايفين العجلات جميلة ازاي؟ حلوة يا اصحابنا. سامعين واحنا بنلففها كده بتعمل صوت جرازات جميلة. ومن قدام كمان، شايفة يا طماطم عجلاته كبيرة ازاي؟ كبيرة قوي عشان ما يغرسي في الرمل. البيتش باجي ده اللي بنعمل بيه سفاري، نمشي بيه في المناطق الصحراوية اللي كلها ايه؟ صحراء ورمل، ما يغرسي بقى هو ماشي كده، حلوة قوي يا اصحابي. وكمان الولد اللي راكب عليه مبسوط قوي، مبسوط جدا عشان هو بيقضي اجازته السعيدة بايه؟ وبيلعب بالبيتش باجي بتاعه الجميل، وبين معاكم كمان يا اصحابي علشان يلعب بيه وانتوا كمان تنبسطوا، وهو بيوريهولكم وكمان بيسوقوا. الله، حلو جدا يا اصحابي صح؟ سامعين يا اصحابي صوت الجرازات دي بتيجي منين؟ نشد الخيط اللي هنا ده. الله، سامعين يا اصحابي؟ حلوة قوي. سامعين بتعمل ازاي في الارض؟ الله، تحفة.
حلوة قوي قوي يا اصحابي، يلا بينا نصدها كده وهو جاي كده. ميزو بيمشي ازاي؟ نلففه تاني الناحية التانية. ايه ده 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 ميزو العربية القلاب الجميلة. لا انت جاي تتفسح بقى ولا تعمل لنا حوادث؟ الله حلو قوي يا اصحابي، جميل جدا. يبقى احنا شفنا طيارتنا الجميلة الحلوة دي الهليكوبتر، وكمان شفنا البيتش باجي التحفة ده. الاتنين حلوين قوي صح يا طماطماية؟ واصحابي الاتنين تحفة جدا، انا حبيت الاتنين جدا يا اصحابي. الله يا اصحابي معانا ايه كمان؟ معانا الطيارة. الله طيارة تحفة وجميلة، شايفين احنا معانا طيارة جميلة صغننة لقيتهم حلوين قوي قوي قوي، شكلهم جميل خالص. العابك الجميلة دي طيارتك النونو دي خليها قدامك كده، هي جميلة قوي. كمان شفنا الطيارة الحمراء الحلوة مالين وبق، شايفين بقها جميل ازاي؟ والعربية القلاب الجميلة مقلب اصفر اللي بننقل فيها الحاجة، نقلنا فيها طيارتنا التحفة دي ومروحة جميلة. وكمان البنش باجي الجميل، والولد كمان راكب اهو مبسوط ويقول لكم ايه؟ بحبكم يا اصحابي جدا، مبسوط بيكم قوي. الله يا اصحابي لو عجبنا العابنا الجميلة اللي طماطم جايبها لكم ديا، نكتب ايه اكتر حاجة عجبتكم النهاردة. باي باي.